من سنة 2018 وأنا بتكلم في نفس النقطة، بتكلم في نقطة إن عملية التكميم هي عملية واحدة، لكن مع تطور الأدوات ومع تطور البرودكتس ومع اختلاف العيانين بقى في تفاصيل كتير بتهم العيان. 2018 كنا اول ناس نقول يا جماعه في حاجه اسمها الكاستمايزد سليف او التكميم التفصيلي، ان احنا نبدا مش بس نشوف طولك ووزنك، ان احنا نشوف طولك، نشوف وزنك، نشوف حجم بطنك، نشوف حجم الكبد، نشوف الدهون الداخليه، وبناء عليه نقدر نتحكم في تفاصيل كتير. الناس الى الان بتسال التكميم التفصيلي بيفيد في ايه؟ التكميم التفصيلي بيفيدك في حاجتين. الحاجه الاولانيه بيديك افضل تصور مناسب ليك لاجراء عمليه التكميم اللي هي بالنسبه لي ثابته كتاثير طبي على كل العيانين. لكن النقطة التانية المهمة اللي عايز اقولها المرة دي ان ده كمان بيزود معيار الامان في العملية، لان انا اكيد لما اختار التفاصيل المناسبة ليك انت بس في اجراء العملية اكيد العملية هتكون بالنسبة لك امن والتعافي منها هيكون افضل، وبالتالي لازم نتيجتها بشكل عام تكون افضل.